فرصة للصغير والكبير، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، الفقير والغني، كل بما يستطيع. الغني يتصدق فيها العشر، الصدقة فيها ليس كغيرها أبدا، الصدقة في هذه العشر ليس كغيرها أبدا. واعلم يقينا أنك إذا أنفقت في هذه العشر ستجد أثرها عند الله أعظم بكثير من الأعمال في غير العشر. الله. ويتقرب الإنسان بما يستطيع. بشرى لطيبة بالنبي تأخيا وتأفى، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.